السلام عليكم حياكم الله. الله يكون بالعون. واحد يسأل يقول شنو هذا التجمع؟ جو الجسر ووضعية بهذا الشكل. اي الوضعية بهذا الشكل لانه امام وزارة المالية الثلاثة الاوائل على الكليات والجامعات زين الظاهر اصحاب الشهادات العليا ظاهروا بهذا المكان حتى على الاقل ان يوصلوا صوتهم الى وزارة المالية لتخصيص وتوفير فرصة عمل. سمعت من خلال كلامهم يقولون اذا يعطونا كتب ادارية ونداوم بدون فلوس لمدة سنة سنتين مجانا بدون فلوس وبعدين يعطونا اللي يعطونا اياه. وصلت المرحلة الى الدكتور يقعد على الرصيف والمهندس يقعد وينام على الرصيف ويصبع على الرصيف ويمسع على الرصيف حتى ما كان يحصل له فرصة عمل. واللي ترسي الوزارات شغلتهم اليسار ثلاث شدات الى اربع شدات توصل فرصة العمل بهذا المكان تحديدا بهذا المكان. اصحاب الشهادات يقول انطلب علينا ثلاث دفاتر واربع دفاتر حتى للتعيين. تحياتي السلام لكم والله يكون بعون هاي الشباب اللي لا حول ولا قوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه طيبه مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. اليوم الموضوع مشاهدينا الكرام سيكون عن الفقر والبطالة في العراق. نبدأ بأول خبر من لجنة التخطيط ومراقبة البرنامج الحكومي النيابي التي قالت إن هناك جهات سياسية تعمل على تدمير الدينار العراقي من خلال ضرب السوق والتلاعب بأسعار المواد الغذائية. رئيس أو نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي أكد أن رفع سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي كان أولى خطوات الحكومة لتطبيق ورقة الإصلاح التي أعلنت عنها والتي تسببت برفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 50% كما قال عن سعرها الحقيقي. وحذر الحكومة والقوى السياسية من تكرار سيناريو لبنان في العراق، وطبعا جميعا تعلمون ما الذي جرى في لبنان. موقع The Borgin Project قال إن العراق الذي يعاني بسبب الحروب والحكومات الفاسدة والتحديات الأمنية يعاني حاليا من تأثير فيروس كورونا الذي وضع نحو 4,500,000 عراقي تحت خط الفقر. هذا جانب. الجانب الآخر مشاهدينا الكرام هو مشكلة البطالة. الآن المقطع الذي شاهدتموه في بداية هذه الحلقة لمجموعة من الخريجين أصحاب الشهادات العليا الذين يجلسون على الأرصفة ويطالبون باستمرار بالحصول على حقهم في هذا البلد الغني. فرصة تعيين لهؤلاء هي حق مشروع لكل خريج عراقي بذل مجهودا في سبيل الحصول على هذه الشهادة وبالتالي يستحق أن يتعين. ما الذي تقوم به وزارة الصحة اليوم بقرار جديد؟ وزارة الصحة أقرت ووافقت الحكومة على هذا القرار باستقدام أطباء أجانب إلى العراق. العراق الذي يعاني من وفرة الخريجين وقلة فرص العمل، وأيضا إعلان الحكومة عدم توفير أي فرص إضافية في الموازنة الحالية، تحاول وزارة الصحة استقدام أطباء جدد إلى العراق وكأن العراق خالي من الأطباء والكفاءات. تبرر وزارة الصحة هذه الخطوة بأنها لغرض تقليل سفر المرضى إلى الخارج وبتكاليف أقل لهم، كما وأن استخدام الأطباء الأجانب سيمنح أيضا فرص لتدريب الملكات الطبية العراقية. لماذا العراق يسير بآليات وسياسات خاطئة وغير مفهومة؟ ماذا يعني استخدام أطباء أجانب إلى العراق؟ هل العراق لا يمتلك الكفاءات، لا يمتلك الأطباء، لا يمتلك الخريجين من هذه التخصصات؟ لماذا لا يتم رعايتهم والاهتمام بهم وإرسالهم إفادات لاكتساب الخبرات من الدول الأخرى؟ لماذا استخدام العمالة الأجنبية بتخصصات مختلفة إلى العراق وترك المواطن العراقي يعاني من حرمان من فرصة عمل في بلده، بلد غني ومن حقه أن يتعين؟ وكثير ما استمعتم وتابعتم شركات النفط الأجنبية الموجودة في جنوب العراق كيف أنها تعتمد بموافقات حكومية على العمالة الأجنبية ويترك ابن البلد يعاني بلا وظيفة. أيضا موضوع مشاهدينا الكرام الفقر،
الموقع موقع ذا بروجكت ذا بورجن بروجكت يقول بأنه أثر الوباء على الأطفال العراقيين أكثر من غيرهم أو أثر على الأطفال العراقيين أكثر من غيرهم، وأصبح 2 من كل 5 أطفال تحت خط الفقر، وأثرت هذه الجائحة على معدلات الالتحاق بالمدارس والتغذية وتنمية الأطفال ومهارات التأقلم. أيضا أشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في تعرض ربع العراقيين الذين كان لديهم عمل قبل الإغلاق الوبائي لعملية تسريح دائمة بدون أي تعويضات، في حين لم تضع الحكومة تدابير سياسية طويلة الأجل لتخفيف أثار كورونا على المجتمعات الفقيرة. ما الذي قدمته هذه الحكومات طيلة 18 عاما من موازنات مليارية للمجتمع العراقي؟ لماذا نتابع في كل عام ارتفاع نسبة الفقر والبطالة عن العام الذي سبقه؟ لماذا هذه الحكومة التي تعد العراقيين بحياة مزدهرة ووعدتهم قبل ذلك وكل حكومات الاحتلال فعلت، لماذا لم تقدم شيئا للعراقيين؟ مشاهدينا الكرام، تخبطات كثيرة داخل العراق ومساعي من هذه الأحزاب إلى الدفع باتجاه هذه الانتخابات، وكل من يسير ضمن هذه الحلقة الحكومية ترويج لهذه الانتخابات على أساس أنها ستنقذ العراقيين، لكن هي نفس الوجوه. هل تعتقدون أن هذه الشخصيات أو هذه الأحزاب قادرة على إنقاذ العراقيين من الأزمات المالية الموجودة، من مستويات الفقر المرتفعة والبطالة التي ترتفع يوما بعد آخر؟ استمعتم إلى الشاب العراقي الذي ظهر في المقطع والذي تحدث عن المبالغ التي تطلب من الخريج للحصول على فرصة عمل في بلده، مبالغ مالية ضخمة جدا تصل إلى 40,000 دولار لبعض الوظائف من أجل الحصول على فرصة عمل في بلده، وهو موضوع غير مفهوم وغير منطقي. وهناك أيضا تساؤلات عن الجدية في موضوع استخدام العمالة الأجنبية وأنها لن تكون خالية من الفساد. هل فعلا هذه الجهات الحكومية التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين وأموالهم عن طريق السرقات المستمرة لن تكون تلعب لعبة فساد في قضية استخدام العمالة الأجنبية؟ طيب، المواطن العراقي أو الخريج العراقي يتظاهر، وهو حق مشروع لكل إنسان أن يتظاهر للمطالبة بحق مشروع، خاصة بالنسبة لشريحة الخريجين. ما الذي حصل في مدينة السماوة؟ لقطات مصورة تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة المثنى عن قيام القوات الأمنية بإزالة خيم المهندسين المعتصمين منذ أيام أمام مصفى السماوة رغم سلميتهم ودعوتهم للحصول على حقهم. لنشاهد. قوات الشغب تقوم بالاعتداء على المعتصمين. نور الجوي، صورة بس صورة، انت ما لك علاقة. عالم جوي، شوف. نبدأ مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالاتكم. معنا السيد مهند من بغداد، تفضل يا مهند. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياتنا لك وكل الإعلاميين وإذاعتكم الموقع. حياك الله. حيا الله ودوم. عندي مناشدة صغيرة من خلال إذاعتكم. تفضل. يعني أكون ممنون لك. تفضل يا مهند. أنا عندي مظلومية، أقدر أسولف؟ أي تفضل. أنا تعرضت إلى اعتداء أثناء واجب مالي. أنت شنو وظيفتك؟ أنا وظيفتي مسؤول وزارة الداخلية. شلون؟ عفوا مهند، شلون كرر؟ منسوب إلى وزارة الداخلية. نعم. إيه، أنا قرأت بالشارع تعرضت إلى إهانة واعتداء. طيب. والشخص اللي اعتدى علي هو ابن لواء رفيع المستوى، محل استقالة. متقاعد؟ متوقع. اي متقاعد، هو متقاعد بس ابنه اللي اعتدى عليه بالضرب وتنزيق الملابس العسكريه اللي احملها مع الوالد. ليش اعتدى عليك؟ اعتدى علي السياره قلمه وصار محاسبته، قام علي بالاعتداء حتى مكتب الشرطه. طيب، ورا الشرطه حال المحكمه والحكم الشخص اللي اعتدى علي. نعم. حتى ابوه جاي يضغط علي ضغط
خارج نطاق القانون حتى تتنازل. يهددني لا مو اتنازل، يهددني يقول لك محكمة ثانية اريدك تطلع على دعوة ابني. شلون شو تسوي؟ اتنازل على دعوة ابنه. أيه؟ ابنه صدر عليه حكم. نعم. هو عسكري لازم اكو محكمة مشتركة باب المعظم وبوزارة الدفاع. نعم. حضرت المحكمة وبوزارة الدفاع اليوم ودونت اخواني مستمع عليه بالشكوى. طيب ابوه جاي يضغط عليه ضد جماعه وانا ما اعرفهم وانا يقول لي احاربك من الوظيفه لان السيد الوزير انا مضربه بيدي احاربك من الوظيفه وافصلك من الدائره. قلت له انا مثل العلم بالشارع يعني انا لو علي بالضغط واشتكيت عليه يعني شو اسوي له؟ قال لك الوزير انا شو مسوي مضربه على ايدي؟ مضربة على ايدي وزير الداخلية وقت السود موجودين. يقول لي انا مضربة على ايدي، قال والله ما خليش بالدائرة، افصلك من الدائرة ما خليك ابد. طيب. ابد ما خليك بالدائرة. يقول انا وين اطوش؟ يا رجال من تسلم شرطي، وين اطوش؟ وزارة الداخلية ما انت عنصر من وزارة الداخلية، ما طالبت بمساعدة وزارة الداخلية حتى توقف هاي المحاولات التهديد المستمرة؟ طلبت المساعده من قبل وزاره الداخليه. اليوم من حضرت المحكمه ماكو ممثل قانون من وزاره الداخليه يدافع عني، انا مظلوم ابو حق وعندي مكتب اتركهم انا، هو الحكم من خلافه للقانون يعني اعتدى عليه وحكم القاضي، انا شو اسوي له؟ نعم جايين الدعوه هسه ثانيه يقولوا لي لو تتنازل في المحكمه المشتركه. لا تبغى بطل احسن لك. قال ولا اروح ذا بطل يعني اذا هو انسان ولا اروح. نعم. يعني اناشد السيد وزير الداخليه اناشد رئيس الوزراء خلي يتدخل بهذا الموضوع، لان هذا الموضوع حتى لو ابو لواء هو معتدي على رئيس من اثناء تكليفه بالواجب. شو سوالف محمد انت شنو رايك لما تكون دوله يتعامل بها العنصر الامن إن كان تابع لوزارة الدفاع أو الداخلية بهذه الطريقة، يجي أحد يهدده يعتدي عليه وماكو دولة تجيب حقها، تجيب حق الناس اللي يمثلوها، أنت تمثل الدولة، لما الدولة تترككم بهذه الطريقة أنت شنو رد فعلك، شنو شعورك أو رأيك بهذا الموضوع؟ والله أنا شعرت حتى هذا اللواء اليوم نهددني بوزارة الدفاع بالمحكمة المشتركة من يقول لي ما تتنازل على ابني بالدعوة الثانية. لو تتنازل لو اخبر يعني بس اذا اسأل انا اذا انت السيد وزير الداخلية رئيس الوزراء احنا ابناكم ننفذ القانون بالشارع يعني بس اتباع علينا المفروض تسندونا على الحق. نعم ليش هم ما يسندوكم؟ ما يسندونا يعني هاي ضعف في الدولة احنا بيستك ضعف راح الاخرين يقدم استقالة واحنا اسامي باشر اقدم استقالة من الدائرة اقل يعني هددني تهديد تهديد بالقتل انا باشر ابطل يعني اقدم استقالة ابطل من الدائرة ابطل شتوا لك مهند أنا ما أقدر أقول لك غير الله يكون بعونك ونتمنى صوتك يوصل للجهات المعنية أنه حتى أيضا يسمع من يعتقد أشكرك مهند حتى يسمع من يعتقد أن هذه دولة أن العراق فيه حكومة هذا عنصر في وزارة الداخلية يتم التعامل معه بهذه الطريقة من قبل ضابط متقاعد في وزارة الدفاع بهذه الطريقة يهدد بالقتل يهدد بالحرمان من الوظيفة يهدد بأمور كثيرة حتى يتنازل عن شخص معتدي هو هذا مشاهدينا الكرام الذي تحدثنا به سابقا ولا نزال موضوع الإفلات من العقاب وسطوة المتنفذين وأصحاب المناصب يقول للوزير أنا مدربة على إيدي اللواء المتقاعد يقول لمهند الوزير أنا مدربة على إيدي بكلمة مني أحرمك من الوظيفة وفصلك من الدائرة بهذه الطريقة مشاهدينا الكرام لمن يعتقد أن هذه دولة هكذا يعيش العراقيون في كنف هذه الحكومة يقول مهند وهو رأيه وهو يمثل شريحة كبيرة من العراقيين هذه ليست دولة هذه دولة ضعيفة حكومة ضعيفة لا تمثل العراقيين أم تبارك من الفلوجة تفضلي
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نص صوت التلفزيون يا أم تبارك، نص صوت التلفزيون لو سمحت. اي نعم صاروخك. احنا عندنا مشتغلين نعم ايوه، واحنا نطالب بالعفو العام. نعم العفو العام نسمع به بس ما حد جاي ينفذه. احنا نطلب من السيد محمد الحلبوسي محمد حقان اريد ان شاء الله ينفذ العفو العام اريده يعني. نعم تعتقدين انه محمد الحلبوسي قادر على انهاء ملف المعتقلين؟ ان شاء الله، هو ابن اهل الفلوس ان شاء الله. ان شاء الله. صار لكم ايش قد تناشدون يا ام تبارك؟ 2016. من 2016. هو من 2016 بالبرلمان. أيوة. ليش ما ساعدكم؟ لا ان شاء الله، هو ومروسه انا في شهر محمد الحلبوسي ان شاء الله، واريد اختين اخذته يعني. طيب وصل صوتك يا ام تبارك، انا اشكرك. نعم نعم وياك. اريد المروه من عنده واهل الغيره يتفتون على ولدنا المساجين. نعم اريد المروه وين يعني صحيح احنا نتخذ ان شاء الله ونرفع راس احنا اهل الفلوجه. نعم بس تريد ان الخ محمد الحلبوسي بعد ما عندي غير محمد الحلبوسي مصطفى العظمي. طيب ان شاء الله ونطلب العون من عندكم. شكرا يا سيدة أم تبارك من الفلوجة، احنا دائما منصة لإيصال صوتكم، نتمنى الصوت يوصل، لكن احنا أيضا نتساءل ما الذي قدمه الحلبوسي ولا الكاظمي طيلة فترة حكمهم في مناصبهم؟ لماذا لم يلتفتوا إلى مناشدات الكثير من العراقيين للإفراج عن ذويهم الموجودين في المعتقلات؟ المطالبات بالعفو العام، لماذا لم يلبي الحلبوسي أو الكاظمي أي من هذه النداءات؟ ليش اليوم يتناشد؟ وحتى لو تناشد هل هو قادر على إنهاء معاناة المعتقلين الأبرياء؟ هذا الموضوع مو سهل، هذا الموضوع يحتاج إلى موافقة من البرلمانيين، تصويت داخل البرلمان، إلى إقرار من رئاسة الوزراء، من رئاسة الجمهورية لهذه الأحكام، حكم العفو العام وغيره. لماذا لم تنفذ أي من الرئاسات الثلاث لهذه تفي بوعودها على الأقل، أو إن كانت قد وعدت اصلا اهالي المعتقلين بالافراج عن ابنائهم؟ ابو علي من واسط، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه خير. الله حضرتكم مساء الخير الجمهور العربيين. مساء النور. اقول للاختي الكريمه حتى ما قبل لا اتعرض الموضوع يعني اول شيء احنا ابنائنا ما محتاجين عفو عام لانهم ما مسوي شيء، ما عندهم جرؤ. نعم. لحد الان لم يحاكموا حتى ماكو تحقيق. فإذا الحلبوسي يريد صدق يدافع عن أهله وعزوته مثل ما يقول أي. على الأقل أنت يا أخي شكل لجنة. نعم. بنفسك أنت رئيس برلمان، أنت رئيس سلطة اليوم تشريعية، يعني تريد توصل رئيس. نعم. جمهورية حتى لو تحكم العالم، شكل سلطة وشوف السجون منو اللي بيها وشنو التهم الموجهة لهم وقدمهم للمحاكم وانتهى الموضوع. هذا الناس تجيكم يا بحكم ابني 5 سنوات وخلي يطلع حتى لو ما مسوي شيء. حكمه خلي يطلع، هذا تعرف أنه موجود لو لا. نعم. اما الحلبوسي اساس الحلبوسي الان قام يشتغل بالانتخابات ويريد يفوز، واذا فاز راح يعد 4 سنوات جديده وما يسوون شيء. احنا نطلب نسال الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا ان يخرج عن كل الموجودين بالسجون. نعم. ويرجعهم لاهلهم سالمين ان شاء الله. البطاله اليوم يعني ذكرت حضرتك عن وزاره الصحه، وزاره. نعم. الصحه ياهل لازمها ابو هاشم. ويريد الاصلاح. اي لازم الاصلاح، تجيب لي اطباء من برا زين، أي من اللي يضمن اللي جايبهم من برا متعاقد وياهم راتب 1500 دولار وتاخذ من الدولة 10,000 دولار اليوم. نعم يا اهلي، وهذه هذه طرق من طرق الفساد. زين بدل لا تجيب ناس من برا، انت الموجودين عندك اللي قاعدين على الرصيف اي وظفهم كصفة عقود، ما لازم تعين على ملاك الدائرة اي وصفة عقود، وخليهم يتدربون وبعدين سوي لهم اختبارات، اذا نجحوا دخلهم بسلك الصحة. نعم. زين المستشفيات الأهلية ليش أكثر الأطباء والممرضين من الأخوة السوريين الموجودين بالعراق؟ ليش مو عراقيين؟ نعم. شو خريج يعني العراق محتاج خريج، إحنا قاعد جايين خريج أكثر من طاقتنا الاستيعابية. نعم. لا وزارة التعليم مرتبة التخريج ولا القوة اللي توظف الشباب جاي ترتب توظيفهم، ولا جاي الأخوة لا يعني عندهم أعمار فوق ما. نعم. نقول فوق السن القانوني، واصل للسن القانوني، تنطيهم فرصة للتقاعد أو تشغيل واستثمار القطاع الخاص. نعم. يعني لو استثمرت القطاع الخاص الكاظم سيدور استثمار، لو استثمرت هذول كل خريجين راح تستوعبهم القطاع الخاص. سيد أبو علي أغلب. نعم. كثير من دول العالم تصل إلى مرحلة أنه تحتاج إلى كوادر
طبية مثلا أو في تخصصات أخرى، نظرا لأنها اكتفت من الموجود عندها، أنه بعد ما ماكو من الموجودين من أبناء البلد اللي يكفون أو يغطون الحاجة، فتبدأ باستقدام الأجانب. لكن بالعراق الموضوع عكس، الموضوع احنا عندنا كل سنة آلاف الخريجين في تخصصات مختلفة ويعملون على استقدام أجانب قبل أن يعينوا أبناء البلد. ليش الموضوع بالعراق دا يصير بسياسات تخبطية غير مفهومة؟ من اللي دا يدير هذه الأمور؟ مديرها الميليشيات الفساد الموجودة، وأنا أقصد بالميليشيات مو بس اللي حاملين السلاح وإنما حاملين أموال العراق وحاطينها بجيوبهم. نعم. الأخوة بالكويت من صارت أزمة كورونا وصادفت أنه وفي عطلة، نعم، كل المدرسين والممرضين كل كانوا برا، وخاصة من مصر والهند. من صار المنع ما حد يقدر يدخل، وعانت الدولة من أزمة. نعم. لأن إحنا أساسا بالعراق أنت موجود عندك، ليش ما توظف؟ احنا تدري ليش قلت لك هذا الفساد الموجود؟ اني اتعاقد معاه مبلغ وهو برا واجيبه وبعدين امطيه اني بالمبلغ اتعاقد معاه مع الحكومه، وهذه بهذه الطريقه من طرف الفساد الموجوده. هل تعلم سيد ابو علي انه اكو 20 الف طبيب عراقي بتخصصات مختلفه موجودين في المملكه المتحده، بريطانيا والولايات المتحده، استراليا، دول الخليج، اوروبا، بكفاءات عاليه بروفيسوريه، ليش ما يستعينون بهم؟ ليش ما يحافظون على الخبرات الموجودة أو ينمون ما لديهم من خبرات؟ يعني الناس تدز إفادات إلى دول أخرى حتى الكوادر تتدرب، تحتك بالآخرين، تكتسب خبرات. هم دا يريدون يجيبون أجانب ويدفعون لهم من المال العراقي، ويبقى ابن البلد بحسرة ينظر إلى هذه الوظيفة وهو أولى بها، ينظر إليها بعين حسرة. محمد، أنا عايش ببريطانيا. نعم. 50% من المستشفيات البريطانية الخاصة اللي بريطانيا بها خاصة وعنا خاصة كلها يديرها عراقيين. نعم. وأنا رحت لندن مرة ولقيت دكتور عراقي، سألته قلت له دكتور ليش ما ترجع بالعراق وتبني لك جيل؟ قال أبني المنو. نعم. قال هم أساسا ما يردوني أجي ولا أدخل. من أجي وأنا قعدت مع دكتور عراقي عند الجنسية الأمريكية. أي. لأن وقلت يمكن مرة في برنامجكم، لأن وزير البلديات يريد مليون دولار، وزير الصحة يريد مليون دولار حتى يفتح مستشفى خاص على نفقته الخاصة. نعم. وما يعقد شيء من الدولة، وقال أنا أتعاقد مع أطباء بالخارج عراقيين يجون يسوون عمليات مجانا، مو يردون العراقيين ما يطلعون برا يتخارج يتعالجون برا. نعم. هذا بذكر قال يعني بدل لا يطلعون أنا أعالجهم مجانا، والأطباء يجون من برا بالمجان. نعم. والملاك التدريب الموجود كله على وزارة الصحة وإحنا ندربهم. نعم. العراق عنده طاقات أستاذ محمد، بس الفساد الموجود ما يخلي أحد يجي. هم يردون أساسا يردون ناس حشاك أنت وحش السامع ما تفتهم تجي حتى يبوقون بروسهم لا أكثر ولا أقل. طيب نقطة سريعة أخرى. نعم. بموضوعنا. نعم. إحنا اليوم الموضوع يحمل شقين، شق البطالة وشق الفقر، وهما مرتبطان ببعضهما طبعا. هناك تقارير حكومية وأخرى دولية تؤكد أن مستويات الفقر بالعراق بارتفاع، وبسبب جائحة كورونا أكو أكثر من 4.5 مليون عراقي تحت خط الفقر ويعانون. هذا طبعا أرقام جديدة أضيفت على العراقيين الفقراء أصلا الموجودين منذ البداية. وين المعالجات الحكومية لارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق؟ مثل ما سووها هم، رفعوا سعر الدولار ورفعوا المواد الغذائيه، واللي قبل كان مو فقير صح صار فقير، يعني قبل كان ماكو على خط الفقر او يعلى من عنده، حتى من ارتفاع سعر الدولار هو تجاوز خط الفقر، ولذلك عندنا البطاله. لا عالج بطاله وخلى الناس تتوظف، وهسه يريد يجيب لي الجيش يسوي الزامي يجيبه و18 شهر زيادات، منين تجيبه انت؟ إذا أنت ما موفر لدول القاعدين الخريجين ما موفر لهم رواتب. نعم. المستعدين وعندهم شهادات، تجيب لي الواحد 18 شهر خدمة علم ومنين تعطي راتب؟ لو تنطي بالآجل، لو تنطي بس على قولت لو واحد ينطي شيء سمنت ينطي العمال، وواحد ثاني ينطي سمن للموظفين اللي عنده. نعم. يعني ماكو عندنا تخطيط للبلد، واللي جاي يدينون البلد مجرد ناس يعني مفسدين يردون يستثمرون بأموال العراق لهم هم. شكرا جزيلا أبو علي من واسط، وصلت فكرتك، أنا أشكرك. ويانا السيد أبو محمد من كركوك، تفضل يا أبو محمد. حياك الله أبو محمد. شلونك حيا وسلم أخوك. الله يسلمك، تفضل. نعم. الحكومة هي تريد ذل المواطن. أخي إحنا عقودنا مسوخة من 16 شهر
تعاملت منتشر بلاش. نعم. تعاملنا بلاش أخي ورفعنا تقارير وفحصنا وحلونا قالوا يابا يرجعوا بعدين احنا نبلغكم. رحنا على المدراء احنا شغل كركوك كان عنده فلوس مشوا شغلته. اي. عنده فلوس اخوي اركن على صفحة اطبق على صفحة يا حكومة تشي عليها يا حكومة هي هاي هي همشت الدنيا. نعم. همشت الدنيا اخي هاي مو حكومة هاي عدو. نعم. هاي عدو اخي الشعب العراقي تقشمر بالدول. نعم. الشعب العراقي قشمر اخي كان قام انجز دوله بالعالم بحكمه ان تضحك على العراق وكانت اقوى دوله العراق وانجز دوله واكثر دوله. ابو محمد انت اليوم انت اليوم من شريحه العقود من شريحه العقود اللي تعانون وهي شريحه كبيره بتخصصات مختلفه، لما تطلع وزاره الصحه تقول حنجيب اطباء اجانب للعراق واحنا عندنا عشرات الالاف من الكوادر الصحيه قاعدين على الارصفه، هاي الدوله شلون بدها تفكر؟ اي انا قلت لك شلون تفكر؟ مو قلت لك يا اخي هي الحكومه قاعده تبني تريد للعراق اخي، هاي مو حكومه، هاي اخي هذه عدو عدو. نعم. هاي عدو اخي، تعرف كلمه عدو شنو؟ انت شايل حاطك ببيت ساعه تلدغك هي هاي تلدغ بالعالم. اي. يريدوكم تشاركون بالانتخابات القادمه هم نفسهم. شو تقول لهم؟ اي والله دن الوالده إيه عمي انا قاتلت انجرحت. نعم. قاتلت انجرحت ما لي حق كما املك بالعراق شبر، هي هاي حقيقه؟ هي هاي صدق اخي؟ هي هذا المواطن العراقي؟ نعم. هي بس الميليشيات وايران تضرب فيها قاعد. نعم. ويريدوكم تنتخبوهم مره ثانيه. لا دير بحثك بارد راح ننتخبهم والله دمع الوالد والديهم والوالد حتى ننتخبهم. شكرا يا ابو محمد من كركوك، اشكرك للمشاركة. الغضب العراقي طبعا وردة فعل تجاه هذا الظلم المستمر في العراق من قبل السلطة الحاكمة بأحزابها المختلفة التي تروج للانتخابات القادمة وتدفع العراقيين باتجاه المشاركة في هذه الانتخابات التي ستبقيهم لأربع سنين قادمة. أم عباس من بابل من واسط، تفضل يا أم عباس. من واسط. تفضلي حياك الله. حياك الله الحياة ودو. أقول لك يا عيني بس أرد أقول لكم. تفضلي. نعم. أم عباس بس نص صوت التلفزيون لو سمحتي. نعم منيح. إي. اسمعيني من التليفون بلا زحمة. أقول لك هو الشعبي على ما مات مو على ما على راضيكم لولا. شلون عفوا بس ما سمعت؟ الحشد الشعب عليه ما مو ضحى على اراضيكم. اي ليش هسه شماعة لازمين هتحشون عليه؟ على بختكم وغيرتكم. الحشد؟ اي والله. ايش بيه الحشد؟ الحشد ليش تحشون عليه ومسوينا شماعة موضحة دون رقابكم ومثوانكم؟ الحشد احنا ليش نحكي عليه؟ مو احنا والله بدنا نحكي عليه، هم الناس اهل المدن اللي تدمرت هم اللي يحكون على الحشد. المدن من دمرها؟ دمرها الحشد لا دمرها داعش وفزعلكم الحشد. طيب هم قالوا احنا ما نريد الحشد من البدايه، احنا ندافع عن مدننا. ليش يجوي هم اصلا؟ على بختكم على بختكم اهل الغربيه عندكم غيره، ليش غيرتكم تدوسونا مع كل العزم؟ طيب سيدة أم عباس أنا أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. خلينا نقول للسيدة أم عباس حتى لا ندخل كنا بجدال وياها، الحشد الشعبي هذه الميليشيات وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بأنها ارتقت بجرائمها وانتهاكاتها إلى انتهاكات وجرائم داعش في المستوى. وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا في كثير من التقارير عمليات إعدام ميدانية وتغييب قسري لكثير من العراقيين في المحافظات المنكوبة، وأرسلت رسائل إلى حكومة العبادي طالبته بالتحقيق بجرائم ارتكبت على أيدي الحشد، عمليات إخفاء قسري ولم ترد الحكومة. منظمة العفو الدولية أيضا تحدثت بتقارير كثيرة عن انتهاكات ارتكبها الحشد. الأمم المتحدة
على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وصف في تقرير من تقاريره بأن الحشد والقوات الحكومية وداعش ارتكبوا عمليات إعدامات ميدانية وعمليات اغتصاب لفتيان في المحافظات المنكوبة. الحشد طرف من هذه العمليات، من هذه الاغتصابات. هذا الأمين العام للأمم المتحدة. تقارير كثيرة وعراقيون كثر تحدثوا عن الانتهاكات التي جرت في المحافظات المنكوبة، وكيف أن الحشد حرق وقتل وأخفى قسريا كثير من العراقيين، وكيف حرق مدن وسرق مدن مثل البوعجيل، قرية البوعجيل اللي حرقوه العصائب اللي هم جزء من الحشد، مثل مدينة تكريت والبوق اللي صار بيها في محافظة صلاح الدين، وقائمة طويلة جدا من الانتهاكات التي ارتكبها هذا الحشد. أهالي المحافظات الغربية فيها رجال استطاعوا أن يقاوموا الأمريكان القوة العظمى في العالم، ليس عليهم صعبا أن يقاوموا هذه المجموعة من الدواعش وهذه التنظيمات المتطرفة، لكن حكومة المالكي التي أدخلت داعش إلى العراق والتي سمحت بهذه الانتهاكات والتي سقطت مدينة الموصل في فترة حكمها والتي ارتكبت مجزرة سبايكر على أيدي الدواعش في فترة المالكي، كلها تمت بموافقة هذه الحكومات والتسهيلات والتنازلات التي دمرت هذه المحافظات. القصف والعمليات العسكرية والدوافع الطائفية التي دخلت بها هذه التنظيمات مثل الحشد وغيرها إلى المحافظات المنكوبة هي التي دمرتها. هذه المحافظات فيها رجال باستطاعتهم أن يدافعوا عنها، وليسوا بحاجة إلى من يدافع عن أعراضهم، فهم أولى بالدفاع عن أعراضهم. من عندنا أبو علي من المدائن، تفضل. حياك الله. الله يسلمك، حياك حبيب قلبي، الله يخليك. عود محمد منور اليوم. الله يبارك فيك، حياك يا أبو علي. الله يسلمك. ناشد الشعب العراقي الوطني الشريف. نعم. أي برلماني فاسد والله جريمة يصوتونه ويتخبونه. نعم. دمروا الشعب، سرقوا الشعب، يهدفوا الشعب. نعم. ياخذوا له جريمة يخلونهم هذول الدولة العراقية. أناشد الشرفاء الخيرين والله جدعوا الشعب، باقوا الشعب، يعني دول عملاء، دول الديون. جريمة يبقون والله جريمة يا أستاذ محمد. نعم. يعني أنا أتعلم من الشفاية النسوان اللي تجدي الأطفال اللي بالشارع اللي يمسح الجامعة يا نعم. بلد العراق، بلد الرافدين، احنا أقنى دولة بالحكم. نعم. يعني وين وصلنا احنا بيا حال؟ ليش اليوم احنا من افقر دول العالم من حيث المستوى دخل الفرد؟ ليش اليوم احنا عندنا في ظل فيروس كورونا وأزمة كورونا اكثر من 5 ملايين عراقي جدد دخلوا على خط الفقر؟ ليش اليوم عندنا محافظة القادسية نسبة الفقر بها ارتفعت إلى أكثر من 50% بحسب النائبة عن محافظة القادسية ضحى القيصر؟ ليش العراق اليوم رغم أنه هو بلد غني ولكن شعبه من أفقر شعوب العالم وليس فقط المنطقة؟ أستاذ محمد الله يخليه، صحيح هو غني بس غني بكرامته. نعم. سرقات البرلمان، لو يعلم الشعب، لو يعلم الشعب فلوس الشعب وين، والله كل البرلمانيين. نعم. زياد الجناد مو قال البوق واصلين هنا، مو قال الشعب، قال دولة بأكملها، قال شريطات موجودة، مشعان الجبوري مو قال بأكملها، كلها حرامية. نعم. ليش الشعب ساكت؟ لو أنا أشوف هذا البرلمان فاسد على شرح التعبة. أي. يا أخي الخلل ترى بينا، إحنا هم الخلل بينا. اليوم أنا أشوف شخص فاسد حرام وسرق أموال الشعب، أموال الفقراء، أموال اليتامى، ليش تخبئ؟ يعني بس هو بهذا البلد؟ وأكو ناس أكفاء وطنيين شرفاء ولهم للوطن. يطلع وجوه. طيب أبو علي من المدائن، أن نشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. ويانا السيد أبو شيماء من بغداد، تفضل.
فقدنا الاتصال، فقدنا الاتصال ويا سيد أبو شيماء. إذن مثل ما قلنا مشاهدينا الكرام، النائبة ضحى القيصر قالت إن نسبة الفقر في محافظة القادسية ارتفعت إلى 50%، وقالت بأن القادسية تعد ثاني محافظة عراقية من حيث بلوغ نسبة الفقر، وأشارت إلى أن نسب البطالة في المحافظة بلغت مستويات خطيرة. أيضا النائب عن محافظة المثنى سعران العاجيبي طالب الحكومة في تصريح سابق بضرورة التدخل الفوري لانتشال المحافظة من الفقر. خبر آخر، النائب باسم خشان أكد أن الكثير من المبالغ تم رصد سرقتها وبالأدلة القاطعة، إلا أن السلطة التنفيذية لم تحاسب السراق والفاسدين. قال أيضا أن الفساد الموجود تراكمي ويحتاج إلى معالجات جذرية، لافتا إلى أن الكثير من الأموال تم صرفها لمشاريع ضخمة وتم سرقة المبالغ والإعفاء عن السارقين رغم ثبوت الجريمة، كما حصل في مديرية توزيع كهرباء المثنى التي ذهبت مبالغها التي تجاوزت $1,000,000 إلى جيوب الفاسدين. أيضا أوضح أن الحكومات المتعاقبة لم تعالج الفساد ولا يبحث المسؤول عن الجهة أو الشركة التي تقدم أفضل خدمة بقدر بحثه عن أكثرها منحا للعمولات لصالح الشخصية التي تتعاقد معها. يعني هذا الموضوع مع الأطباء اليوم اللي طرحناه، من يقول أنه هذا الموضوع ما بي صفقة فساد؟ من يقول أنه هذا الموضوع ما بي نسب تأخذ من هؤلاء الأطباء الذين سيأتون إلى العراق؟ ومن اللي قال بأنه مثل ما قال السيد أبو محمد من كركوك بأنه ممكن يجي برقم هذا الطبيب الأجنبي أنه مثلا التعاقد معه على مبلغ معين ويأخذ ويكتب في أوراق الدولة المبلغ أضعاف من ذلك، وتكون النسب أو الباقي لجيوب الفاسدين. إذن العراق مشاهدينا الكرام هناك معاناة كبيرة بالنسبة لشريحة العاطلين عن العمل من الخريجين، من أصحاب الكفاءات، من الشرائح المهمة في الدولة الذين بإمكانهم أن يقدموا خدمات حقيقية لهذا البلد، يعانون بجلوسهم على الأرصفة وإهمالهم والاعتداء عليهم مثل ما طلعنا بمقطع السماوة، المهندسين وغيرهم طبعا من الكفاءات، ويتم الاعتماد على الأجانب واستخدام عمالة أجنبية، وهناك صفقات أيضا تتم الآن بين حكومة الكاظمي وحكومات عربية من أجل استخدام عمالة عربية إلى العراق، وهو أبناء العراق يعانون من البطالة. طبعا المشاهدين الكرام بعض الإحصاءات بالنسبة لمستويات الفقر وكذلك الفساد الموجود في العراق. من 2003 الحكومات المتعاقبة 18 سنة لم تنفذ مشروع اقتصادي أو استثماري لدعم موارد الدولة بشكل حقيقي، كلها مشاريع وهمية وكلها سرقة للمال العام. سنأتي بعد ذلك إلى أمور أخرى، لكن معنا اتصال. السيد كرار من الناصرية تفضل. نعم أستاذ، أولا تحية لك ولقناة جمهور قناة الرافدين الفضائية. حياك الله. أولا نحكي على موضوع البطالة. موضوع البطالة اليوم بالعراق كلش يعني كبير، يعني وصلت حالة البطالة ما يعادل 80% و75%، وحالة الفقر وصلت 40%. طيب. يعني اليوم الشاب اللي خريج ومخلص شهادة ما راح يلقى تعيين، نفس ما شفنا في المناطق البصرة، والمهندسين نعم. اللي خلصوا وطلعوا وظاهرات بعدين تاليها يجي واحد شرطي، مثل ما نقول احنا ما بنتقص من شخصيته، بس احنا نقول يعني الشرطي لا مخلص ولا دارس يضرب له مهندس، يعني شوف الشهاده وين ما اخذ الشرطي وين ما اخذ المهندس. بعدين انه الشاب من يتخرج ما يلقى تعيين ولا يلقى شغل، بالتالي من ما يلقى لا تعيين ولا شغل وين راح يتجه؟ الاسباب اللي هي الحبوب واللي اسباب اللي هي السرقه واللي اسباب هواي شغلات يعني تترك الشاب انه يتجه غير معنى اخر. بالتالي الدولة لو ترجع توفر فرص عمل، توفر يعني مثل ما الحكومة الكاظمية اللي أطلقت التجنيد الإلزامي، أنت ليش أطلقت التجنيد الإلزامي؟ أنت بحاجة إلى صناعة، بحاجة إلى زراعة، وفر هاي الشباب بدل ما تاخذ هاي الشباب وتدربها على القتال والحرب، يعني نحن نظل طول عمرنا منهجنا على القتال والحرب وهاي الدمار وهاي خلص، بدل هذا عندك جهد بشري وجهد شبابي أجيبه أستثمره بالزراعة أحطه بالصناعة، بالتالي راح يشتغل وراح يوفر لك كل أساليب الشغل وراح هم تستفاد من عندك كدولة ريعية. هل الأحزاب الموجودة اليوم بالعراق اللي عندها ولاءات خارجية تسمح بافتتاح المصانع العراقية وتشغيلها حتى يكتفي العراق بإنتاجه ولا يعتمد على دول أخرى؟ تعتقد أنه إيران توافق أنه العراق يعيد افتتاح مصانعه، أو أحزاب إيران اللي موجودة بالعراق تحكم توافق أنه المصانع العراقية ترجع تشتغل؟ نعم أستاذ الفاضل،
اكيد ايران ما راح توافق. الى متى يكون العراق مهيمنه عليه ايران ودول الجوار؟ يعني احنا نريد العراق يستقر بقراره، يعني الشعب لازم ينظر المنظور بان الشعب بعد احنا بعد ثوره 90 بان صارت عند الشعب وعند الشباب وعي اللي وهو اللي وهو يكون العراق يتطور، يكون يصير العراق قراره يكون من ذاته مو يكون من دول الخارجية. يعني ايران بالتالي صحيح احنا كل زي شفنا منظومات الطاقه الكهربائيه شلون عطلتها ايران، شلون ما تريد ايران ما تريد مصانع تنفتح بالبصره، شلون ما تريد تنفتح بالناصريه، شلون ما تريد الصناعه والتجاره تتطور. ليش بالتالي خاطر هم منتوجهم يسوقون عني، خاطر المنتجات الايرانيه هي اللي تكون هي بالصداره وتعيش عليها. ليش احنا العراقيين يعني لازم نطور من يوم من عندنا من مشاريع من صناعه من استثمار، يعني ما نظل احنا دوم دول يعني ايران ومهيمنه ايران. صحيح عندنا ميليشيات، احنا خطابنا مو للحكومه، احنا خطابنا للشعب. احنا الشعب اليوم اذا ينتجه يا بالحاي حكومه صارت 18 سنه احزاب فاسده اسلاميه جابتهم وجابتهم امريكا خلتهم وسد ظهرهم ايران. وسد صارت عندهم ميليشيات وتقووا على مود شنو؟ على مود تبقى وحلفون صارعتهم على مود تبقى وتهيمن على عندي على سؤال الصوت. عندي سؤال لك سيد كرار. خبرتنا خبرتنا السيدة أم عباس من واسط تقول ليش تحجون على الحشد والحشد حما أعراضكم ومن هالكلام، ليش هذا الحشد بس 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 بس, بس, بس سؤال سؤال لو سمحت خلي أكمل. ليش هذا الحشد اللي ذبحوا روسنا أو صدعوا روسنا بحما الأعراض ودافع عن العراقيين، ليش ما يدافع عن الصناعة العراقية؟ ليش ما يدافع على الزراعة العراقية؟ ليش ما يحمي المستشفيات ويحاول أن يدعم القطاع الصحي الموجود في العراق؟ ليش ما يدافع عن حقوق الناس اللي الخريجين اللي يطالبون بوظيفة؟ ليش ما يسعى إلى توفير فرص عمل إلى العراقيين؟ ليش ما يحمي العراقيين والعراقيات اللي ينامون بالشوارع في وسط وجنوب العراق وصدعوا رؤوسنا بسالفة حموا أعراضكم وسووا أعراضكم؟ نعم سيدي، نعم سيدي. الحشد الحشد اللي استشهدوا هذول هم الحشد، مو الحشد هذا العامري، مو الحشد ابو مهدي المهندس، مو الحشد قاسم سليماني، هذول مو حشد، مو الحشد سيد مقتدى اللي قوا قاعد عنده دكتورات وعنده عنده سرايا السلام وعنده غيرهم وعنده مو ذول حشد. لا الحشد اللي ابو مهدي المهندس اللي عفوا هذا اللي استشهد اللي استشهدوا على على على, على عناصر هم ذول الحشد. الحشد احنا الحشد لما طلعت تظاهرات تشرين يا ظل يخطف فرقه الموت منين صارت؟ احمد طويسل الكل زين نعرفه منين هذا مو من الحشد؟ الحشد راحت منحى اخر، صحيح هي فتوى مرجعيه وصحيح الشباب ومن ايش طلع بيها؟ طلعت بيها شباب احنا طلعنا بيها احنا جهادنا بيها، بس بعدين ايش اجوا؟ جهاد الامر سوى له فصيل مسلح، جهاد الامر سوى له فصيل مسلح واستغلت من جانب ايران، ظلت تستغله والله احنا دعمناكم والله احنا اللي اعطونا يا ايران شنو نطفنا يا اعطتنا يا صحيح اعطتنا معتاد اعطيناهم فلوس نتيجه ضريبه واعطيناهم بالتالي فلوس ما شفنا ايراني اجى قاتل عنه، شفنا نفسي خامنائي وداله شو اسمه قوه من الايرانيين او من طهران او من متنه تقاتل العراق. احنا العراقيين اللي استشهدنا احنا العراقيين يعني الشعب العراقي لا يظل بعد يخلي قدسيه لا حشد. الحشد بعد شنو موضوع لحد الان ظهر؟ حشد فتوى انطلقت دافع خلص داعش انتهى الحشد بعد هاي. احنا لا نظل نشلب احنا اليوم العراق الشعب العراقي والمواطن العراقي مع الاسف يعني يجي ويسوق للشخص بصوره غير لائقه. يعني احنا مثل اليوم من نجي السيد مقتدى احنا ايش سوينا؟ احنا الشعب نفسيتنا احنا من نجي للحشد احنا ايش سوينا؟ الحشد احنا بنفسيتنا والله شنو احنا نحكي على فلان نحكي على علان يخلي مصلحه العامه على مصلحه الشخصيه. احنا اليوم نريد بنى تحت نريد ما نريد حرب ما نريد دمار ما نريد كافي كل هاي السنين خلينا نشوف هاي دول الخليج خلينا نشوف الدول الاوروبيه شلون عايشه هم عندهم يوم حرب هم عندهم قتال احنا ليش ببلدنا جاي نتعارك؟ يعني هي مواطنه هي الست مع عباس مواطن وجاي تقول الحشد احنا ما جاي نسجل مع الحشد. الحشد لا بالعكس هم اخواننا وابهاتنا بس هم القاتلوا. يعني هل من المعقول هذا العامر وقيس الخزعلي وسيد مقتدى هم ذول يمثلون الحشد اللي هم سقط؟ هل من المعقول بالحشد اليوم مرت الشهيد من تروح وانا ما ارد احكي الفاظ غير الفاظ تروح تتراجع على معاملتها يجي هذا القاعد حضره جناب يساوم على شرفه؟ هل هو هذا الحشد؟ يرضى هيك المنطق ترضى هيك الدوله الاسلاميه ترضى مع عباس خلي مع عباس حقها ما مراجع الدوائر الدوله وشايف الفساد اللي فيها ما شايف مرت الشهيد من تروح شلون تنزل وشلون يساومونه على شرفه بعد يمشون حقوقه. أشكرك, اشكرك اشكرك كرار شكرا جزيلا لك للمشاركه. اللي قاتلوا مثل ما يقول سيد كرار اللي قاتلوا متطوعين كانوا من ابناء العراق اللي يعتقدوا انه العراق في خطر وذهبوا للدفاع عنه. لكن اليوم اللي حاملين هذه الرايه اللي اسمها الحشد
واللي كانوا يشاركون نفسهم في المحافظات المنكوبة من هذه الميليشيات هم أساس الخراب والدمار والفوضى والتدمير الذي حصل في العراق بشكل عام قبل تشكيل الحشد والآن، اللي هم هذه المجموعة من الميليشيات اللي متضايقة سيد أم عباس إنه بدنا نحكي عليهم. العراقيين نفسهم يحكون على هذه الميليشيات وينتقدوها ويهاجموها بسبب طائفيتها بسبب فسادها، ناس دا يقتلهم الجوع وهم يكنزون الذهب والفضة من خزينة الدولة العراقية، وحتى الأمريكان يرسلون لهم مساعدات شهرية بحسب الكونغرس الأمريكي. عموما قبل أن نختم نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام. أول رسالة من أبو محمد من بغداد يقول: السلام عليكم، تحية لقناتكم الشريفة. أنا أستغرب أن الشعب يظهر ويناشد ويطلب من الكاظمي أو الحلبوسي أو أي من هؤلاء الذين يحكمون البلد، كيف يطالب المظلوم من الظالم أن يرحم هؤلاء من شاركوا أن يرحم هؤلاء من شاركوا بقتل واختطاف وتغييب أولادكم وسرقوا ثروات بلدكم بمباركة من ملال إيران؟ متى تعرفون أن الظالم عمره لا يرحم المظلوم؟ رسالة أخرى من أبو قصور يقول: السلام عليكم القناة البطلة. أخي محمد، قاسم سليماني حرق وقتل، شوف هم ماذا. أفهم هذه الرسالة، أعتذر منك أبو قصور، شكرا لك. رسالة أخرى لدينا يقول أبو حاتم من الموصل بعد التحية والسلام، يقول: العراق دولة ذات سيادة مستقلة ومن الدول ذات الأهمية في الشرق الأوسط، وتآمر الدول الغرب والصهيونية والفرس وبعض دول الجوار وذيول عملاء دول المحتلة على هذا البلد. رسالة أخيرة نقرأها، عبد الرحمن عمر عبد الرحمن يقول من اليمن: أحيي قناة الرافدين البطلة، والله إن شاء الله الله يعين شباب العراق، يعين شباب العراق والأمة العربية والإسلامية كلها، ورسالتي للصهاينة والخونة وأعداء الأمة الإسلامية: سيأتي يوم تدفعون فيه ثمن طغيانكم وستنتصر أمة الإسلام شئتم أم أبيتم. شكرا جزيلا، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وحسن الاستماع، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.